أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة الوضع الأمني في تعز ودور السلطة المحلية فيها. استشهد طفل وأصيب 7 آخرون برصاص العناصر المسلحة في مدينة تعز جراء توسع الاشتباكات مع الأجهزة الأمنية في عدد من الأحياء. عقدت اللجنة الأمنية أيضا اجتماعا طارئا لمناقشة المستجدات الأخيرة والاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم بين عناصر مسلحة وأفراد اللجنة. وقالت اللجنة الأمنية في اجتماعها برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي إنها أمهلت العناصر المسلحة 4 ساعات لتسليم أنفسهم ووقف إطلاق النار، وأكدت أنها ستواصل مهامها في القبض على العناصر الخارجة عن القانون وإحالتهم إلى الجهات المختصة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا تستمر أعمال القتل والمواجهات في تعز، وإلى أين يمكن أن تنتهي هذه الأوضاع؟ ولماذا يكتفي المحافظ بلعب دور الوسيط وإصدار مذكرات إيقاف الحملات الأمنية؟ قبل بدء النقاش نتابع وإياكم التقرير التالي. المعارك العنيفة تتجدد في المدينة القديمة بتعز إثر هجمات نفذتها عناصر مسلحة تابعة لكتائب أبو العباس المصنفة إرهابية على دوريات وأقسام الشرطة وسط أصوات التكبيرات التي تصدر عن مآذن المدينة. نطاق الاشتباكات وفقاً لمصادر ميدانية شمل مناطق التحرير الأعلى والمدينة القديمة وعقبة مفرح والسواني ووادي المدام وحي الجمهور وشارع 26 سبتمبر وجميع الأماكن المحيطة بمدرسة ناصر في شارع التحرير الأعلى وباب موسى ووادي المعسل. هي المناطق ذاتها التي فرضت فيها كتائب أبو العباس نفوذها منذ 4 سنوات مستغلة انشغال المقاتلين بتحرير الأطراف الشرقية والشمالية والغربية لمدينة تعز لتنشئ سلطة أمر واقع هدفت إلى شيطنة المشروع الوطني في هذه المحافظة ومناهضة إجماع أبنائها حوله مستندة إلى دعم خفي ومعلن من الإمارات وتوابعها وفقا للمراقبين. الرواية الرسمية لأحدث المواجهات التي شهدتها المدينة القديمة بتعز تفيد بأن العناصر المسلحة أطلقت منذ صباح الخميس وابلا من النيران على دوريات الحملة الأمنية في عمليات تكررت طيلة الأيام الماضية والتي شهدت وقفا مؤقتا للحملة الأمنية على الأحياء التي تنتشر فيها العناصر المسلحة. وبحسب البيان الذي بثه مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز فقد استهدفت العناصر التي وصفها بالإجرامية معظم شوارع المدينة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة، كما اقتحمت منازل مواطنين في وادي المدام وأسفل قلعة القاهرة وتستخدمها لاستهداف دوريات الأمن وأقسام الشرطة والأحياء السكنية. ونقل المركز عن مسؤول في الشرطة قوله إن الأجهزة الأمنية ردت على مصادر النيران وعلى هذه الخروقات التي تقوم بها العناصر المسلحة مستغلة توقيف الحملة الأمنية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان. وأكد المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها القانوني في حماية المدنيين وحماية ممتلكات المواطنين وصون أعراضهم وحرماتهم وستفرض الأمن في كل ربوع المحافظة لينعم أبناؤها بالسكينة والاستقرار. الموجة الأخيرة من المواجهات العنيفة في مدينة تعز القديمة يأمل سكانها أن تكون الأخيرة في ظل انعدام أي مؤشر على نية العناصر الخارجة على القانون القبول بتعليمات السلطة المحلية بتسليم المطلوبين وسحب العناصر المسلحة وتطبيع الأوضاع في أقدم أحياء مدينة تعز. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز المتحدث باسم الجيش الوطني العقيد عبد الباسط البحر. أرحب بك سيادة العقيد، إذن ما الذي يحدث في تعز بالضبط؟ حياك الله أخي الكريم وحيا الله السادة المشاهدين جميعا. الحقيقة ما يحدث في تعز هو يعني صراع مع بين الدولة التي تريد بسط نفوذها في كل الأماكن، لأنه من غير المعقول ولا غير المقبول أن تكون هناك كنتونات خارج إطار الشرعية، تكون هناك كنتونات يلجأ إليها المطلوبين أمنيا، يلجأ إليها من يمارس الاغتيال والجريمة المنظمة. وكان اللجنة الأمنية تحركت للقبض على هؤلاء المطلوبين بما يخولها القانون، القانون يخول الأجهزة الأمنية والرسمية أن تلقي القبض على كل المطلوبين والمجرمين والمتهمين بقضايا جنائية واغتيالات وغيرها. ف
فتحرك يعني الحملة الأمنية في البداية تحركت بأوامر محافظ المحافظة، لكن أيضا كانت هناك قرارات وأوامر بتوقيفها. التزمت الحملة الأمنية واللجنة الأمنية التزمت بالتوقف والانسحاب إلى أماكنها السابقة. تكررت أعمال الاغتيال وتكررت أيضا الأعمال من بعض المجرمين وفرارهم إلى هذه الكنتونات والمربعات التي لم تدخلها الحملة الأمنية، ولا تستطيع الحملة الأمنية أن تدخل هذا المربع. الأصل وما اتفق عليه الجميع أن تكون كل المناطق المحررة وكل مربعات المدينة هي مربعا واحدا، وأن يسمح ل وأن تكون الدوريات الأمن وتواجد الأمن ورجال الأمن وفي أقسام الشرطة في إدارات الأمن في كل المؤسسات، الدوريات أيضا تسير بشكل طبيعي، تمارس مهامها وفقا للقانون. إذا في أي مطلوب أمني أو تعقب أي خارج على القانون، هذا هو المطلوب. لكن حصل أن هناك لا يزال البعض يعني يغلق هذا المربع البسيط، والحملة الأمنية تتعامل بنفس طويل جدا وعلى ضوء الضوابط وتراعي قواعد الاشتباك، لأن هذه المنطقة منطقة ذات كثافة سكانية عالية، وبالتالي حتى تنفذ اللجنة الحملة الأمنية واللجنة الأمنية تنفذ المهمة لابد أيضا من أن تراعي هذه الجوانب، لا يكون هناك أضرار جانبية أو آثار على حياة المدنيين والسكان. إلى الآن ما زالت الحملة الأمنية متوقفة في أماكنها السابقة وتتعرض وتتحمل ما تتعرض له من قذائف ومن يعني القنص والنيران التي تتعرض لها من الجماعة من الخارجين عن النظام والقانون، وتحاول أن تمتص كل ذلك وتتفادى وتتحمل الضربات من أجل أن يعني تحافظ على المدنيين. إلى متى سيكون هذا التحمل سيد البحر؟ إلى متى يعني سيد العقيد في اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة وكيل أول محافظة تعز يتحدث على إمهال العناصر المسلحة لأربع ساعات فقط لتسليم أنفسهم، من متى تبدأ هذه الساعات ومتى تنتهي، وما الذي ستفعلونه إذا لم يتم يعني لم يسلم هؤلاء العناصر الأمنية المسلحة عفوا أنفسهم للجنة الأمنية؟ ذكرت لك أن هناك أكثر من طريقة للتعامل، وتبحث هذه البدائل جميعا في التعامل مع المشكلة الحاصلة. نحن نعترف هناك مشكلة ويجري معالجة هذه المشكلة. طيب متى تنتهي هذه المهلة؟ دعنا أكمل الحديث. أنا أقول لك أن هناك أكثر من وسيلة للتعامل مع هؤلاء المطلوبين أمنيا. هناك اللجنة التهدئة التي تبذل جهد، وهي مشكلة من محافظة المحافظة واللجنة الأمنية، وتبذل جهد لإلزام هذه العناصر ومن يأويهم أيضا بتسليمها للجهات الأمنية والجهات الضبطية والعدلية والقضائية، وأيضا تطبيق بقية قرارات اللجنة الأمنية برئاسة الأخ محافظ المحافظة، والتي نصت على خروج السلاح الثقيل للجبهات وخروج العناصر القتالية أيضا إلى الجبهات، وعلى فتح كل مربعات المدينة أمام الانتشار الأمني وأمام تواجد الأمن والدولة في كل المربعات وتسليم المطلوبين. يعمل على هذا من لجنة التهدئة، وأيضا تتخذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للوصول إلى الجناح والمطلوبين أمنيا بأي طريقة. طيب أرحب بمن ينضم إلينا من تعز أيضا المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، من يتحمل عفوا مسؤولية ما يحدث في تعز اليوم، وما هو السيناريو الذي ستقبل عليه تعز في قادم الأيام؟ أولا فيما يخص من يتحمل المسؤولية، أجهزة السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن الضحايا، لأنها سمحت منذ البداية ببقاء جماعات مسلحة وبقاء ديولة داخل نطاق الدولة. هناك ديولات يجري فرضها على مدينة تعز، من يقف خلف هؤلاء؟ أعتقد علينا أن نكون واضحين بشكل جاد. هناك قانون عسكري يحكم العسكريين،
شخصا ما مطلوبا امنيا بدرجه الاشتباه. لما لا يسلم من يقاومون السلطات يضعون انفسهم تحت طائله قانون مقاومه السلطات ايا كان انتماع هؤلاء للجيش، للامن، للمقاومه، لاي مسميات. اذا كان الهدف الاساسي من استعاده الدوله اعاده القانون، فلماذا لا يسلم هؤلاء؟ يتحمل مسؤوليه بدرجه اساسيه القياده العسكريه في فعل، ثم قياده المنطقه العسكريه الرابعه الصامته بشكل مخيف ومقلق، كذلك وزاره الدفاع والقياده العليا للقوات المسلحه. المسائل التي ترتبط بشؤون الداخليه والامن هي ترتبط بوجود الدوله الذهني في رؤوس الناس. الى متى سوف يتحمل الناس ان تخرج من اجل ان تلقي القبض على شخص متهم فيكون النتيجة ثلاثة أو أربعة قتلى؟ هل أرواح الناس رخيصة إلى هذه الدرجة؟ من يقف خلف هؤلاء؟ لا تهم المواطن هذه المسميات ولا تهم الآخرين. هذا نوعا من افتراس الدولة القادمة، الدولة القادمة التي ينشدها الجميع إذا بدأت بلجان الوساطات والتهدئة. هذه ليست دولة، هذه جماعة في الأخير جماعة وجماعات. على المحافظة، على المحافظ وقائد المحور أو على اللجنة الأمنية القيام بواجبها. أجهزة الدولة الخشنة لا تصدر بيانات ولا تقود لجان وساطة ولا تهدئة. هذا ما نعرفه في العالم أجمع. يجب أن تكون السلطات التي تأتي خلف الحروب قوية وحازمة، ما لم فإنها تسقط، لأن مرحلة السقوط والعودة تقتضي وجود أدوات قوة. هذا ما نعرفه على العالم، لكن من يتحمل؟ تتحمل كل من وزارة الداخلية والقيادة العليا للقوات المسلحة كامل المسؤولية. هنا يجب أن تعطى أوامر وإخراج هؤلاء. كيف يتوطن مجموعة داخل جزء في قلب المدينة القديمة من جغرافية محافظة تعز وبأسلحة ثقيلة؟ ما الجبهة الموجودة داخل المدينة القديمة؟ لما يتحصن هؤلاء داخلها؟ لماذا يجري مقاومة السلطات؟ هنا أسئلة يجب أن توجه للإخوة في قيادة اللجنة الأمنية، للإخوة في وزارة الداخلية، للإخوة في هيئة الأقسام ووزارة الدفاع، ثم القيادة العليا للقوات المسلحة. هذه المسائل هي ما تخلق حالة من الإحباطات، حالة من المراوحات. أيضا يجب أن لا يتم التسامح حتى أي مع من يقفون مع رجلا خارجا عن القانون أو رافضا لتسليم ملكه. لماذا يرفض هؤلاء تسليم أنفسهم وهم لا زالوا في دائرة الاشتباه؟ دائرة الاشتباه أي ليست هنالك أحكاما قضائية. سوف يخضعون لمسألة تحقيق ثم إحالة للنيابة ثم قضاء، وبالتالي من لم يكن متهما سوف يبرأ. إذا لما التهرب؟ وبالتالي مضاعفة الجرم هنا، بدلا من الاشتباه سوف تكون هناك جرائم مقاومة السلطات، ثم جرائم مقاومة سلطات مسلحة أي مقاومة مسلحة للسلطة. هذا الجزء، الجزء الآخر إصابة مواطنين بفعل هذه المقاومة وبالتالي يتحملون جرمها. هنا يتحولوا من متهمين إلى مجرمين ضالعين في الجرائم. هذه إشكالية كبيرة. هذا أولا. الجانب الثاني هي ما مدى المراوحات؟ لماذا في تعز؟ لما الإصرار على فرض هذه الجماعات وبهذا الشكل وهناك بعض القوى السياسية مع؟ هل هؤلاء مع العنف؟ يجب أن يدان العنف أي كعنف أيا كان مرتكبه، بالتالي يدان مرتكب العنف وفعل العنف الذي ارتكبه. وهذه هي الإشكالية القائمة. إذا نحن أمام معترك خطير، وأيضا خطيرا أولا ثم مخيف من الناحية المستقبلية إذا كانت هذه المسائل مرتبطة بتأمين حياة مواطنين. كلما هدأت المدينة بدأت تستقر الأوضاع، بدأت تتطبع الحياة، حدثت إشكالية من هذه الإشكاليات. إما أن يتحمل البقية وجود اغتيالات وحالة من الخوف وضحت نعم واستخدام أسلحة أيوة، فبالتالي هذه مسؤولية. الوضع المستقبلي، إذا كان الوضع المستقبلي للمدينة ولبقية المحافظات بهذا الشكل كما هي وضعية المحافظات المحررة، فأعتقد أن المسؤولية مناطة بأعلى رأس في السلطة، مناطة بمكتب رئاسة الجمهورية، بالآخر رئيس الجمهورية ونائبه ثم رئيس الحكومة. هذه مسائل تتجاوز المحافظين. طيب فيما يتعلق بالحديث عن المحافظين، وهنا دعني أسأل، أوجه سؤالي إلى السيد إلى سيادة العقيد عبد الباسط الباحث. سيادة العقيد، هناك وثيقة يعني تتداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من محافظ المحافظة إلى وكيل أول المحافظة بتاريخ 25 من شهر 4،
وفيها صورة إلى قيادة المحور، لذلك أسألك بهذا الخصوص، بالإشارة إلى اجتماع اللجنة الأمنية وقيادة المحافظة الذي عقد برئاستكم يومنا هذا الموافق 25/4/2019، والذي خرج بجملة من القرارات التي تتداولها المواقع الإخبارية، وعليه فإنكم من دعوتكم لهذا الاجتماع دون علمنا وإشعارنا بذلك والتداول معنا فيما تمخض عنه من قرارات، فأنتم تتحملون المسؤولية الكاملة عن النتائج التي سوف تترتب عن تلك القرارات، وخاصة إن جاءت مخالفة للدستور والقانون النافذة، مع تأكيدنا على التقيد التام بتنفيذ توجيهاتنا السابقة بوقف إطلاق النار وانسحاب الحملة الأمنية بتوقيع رئيس عمليات المحافظة. ما هو موقف المحور من ذلك، من هذه الوثيقة سيد البحر؟ سيادة العقيد. الحقيقة لم تصل إلينا هذه الوثيقة حتى الآن، وإذا وصلت سيكون يعني الأمر إلى قيادة المحور للرد بالمناسب، سواء عبر المذكرات أو لقيادة المحافظة أو عبر يعني طرق ووسائل أخرى. الذي أريد أن أركز عليه هنا أنه يعني لا أمن في السياسة ولا سياسة في الأمن. هل تعيقكم مثل هكذا توجيهات من المحافظ؟ هل تشكل عائقا لكم لإنفاذ القانون ولوقف وضبط الخارجين عنه والمسلحين؟ ذكرت لك انه ما زالت يعني لم نتاكد، انه هناك تسريبات احيانا وتحدث يعني، لكن كان هناك توجيهات سابقه بوقف الحملات الامنيه. فعلا توقيف الحملات الامنيه والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمه، وهذه اشكاليات يعني لها تبعات خطيره جدا، ويعني راينا هذا التردد كما حدث في صعده في الحروب السته، قوى هذه الميليشيات ودفع الوطن كله ثمن لهذا الترددات والتوقف والانسحابات والعوده، فلابد ان تكون الامور واضحه. لا يقبل مطلقا أن يكون هناك مربع لا تستطيع الدولة والقيادات الرسمية المعينة بقرارات جمهورية أن تمر أو تأتي إلى هذا المربع. هذا يعني لا يعقل ولا يقبل كما ذكرت لك. لا يقبل أن يكون هناك مطلوبين أمنيا لا تستطيع الأجهزة الأمنية الوصول إليهم. لا يقبل أن يكون هناك سلاح ثقيل يعني داخل مربع ضيق متحصنين أو متمترس فيه بدون أن تكون هناك جبهة للمواجهة. لا يقبل أن تمنع دوريات الأمن والشرطة أو تمنع أقسام الشرطة من أداء دورها وإدارة الأمن دورها. يعني هذه كلها خارج الدستور والقانون ولا تقبل. لكن أركز على حاجة لو سمحت لي. تفضل. أنه طبعا لا بد لنا من الواقعية مع انهيار مؤسسات الدولة ومع ما قامت به الميليشيات الإنقلابية الحوثية من جرائم وأهمها يعني تدمير مؤسسة الدولة. الآن مع عودة مؤسسات الدولة هناك يعني صعوبة لدى البعض، وأعتقد أن البعض لديه مصالح غير مشروعة ومن عدم وجود الدولة، وبالتالي لابد أن تكون هناك مقاومة أو تعثر في بعض الخطوات في استعادة الدولة، ولابد أن نكون أيضا واقعيين وأن نلقى هذه أكثر من وسيلة بما فيها الحكمة والقانون وجميع الأجهزة حتى نستطيع يعني بناء الدولة واستعادة المؤسسات بشكلها وضحت. الصحيح وتكون حامية للجميع وحاصل. نعم، وضحت النقطة سيادة العقيد. عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني، كنت معنا على الهاتف، المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز، المحور في تعز، أشكرك كنت معنا على الهاتف من هناك. بالعودة إليك سيد عبد الهادي العزعزي، إذن برأيك الآن مسألة أن هناك اجتماع للجنة الأمنية تم برئاسة وكيل الأول المحافظة، وأن هناك كما هي متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة من قبل المحافظ بتحميل وكيل أول المحافظة المسؤولية عن ما نتج من هذا الاجتماع، هل هناك فوضى في إدارة السلطة المحلية في تعز؟ لا أعتقد، هو عمليا ما دمت رأست اجتماعا لمؤسسة فمن يتخذون القرار يتحملون المسؤولية، هذه لا جديدة فيها بشكل عام. لكن أنا أعتقد أن وكيل المحافظة قام بواجبه، هناك حالة من الترويع، هناك حالة من ضرب النار، هناك استهدافا لبعض دوريات الشرطة وأفرادها
إذا ما الذي سوف يكون الرد إذا كانت حدثت في فرنسا مشكلة بسيطة، مشكلة شل إبدو أو مشكلة التسيير الذي حصل عند الملعب بموجبه أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلد ورفع الجاهزية إلى أعلى مستوى؟ أليست هذه السلطات هي المسؤولة قانونا عن حياة المواطنين؟ هل يجب أن تقف مكسوفة الأيدي إذا تلقت بلاغ؟ أليس من واجبها بحسب القانون أن تقوم بواجباتها؟ لكن من يقاومون هذه السلطات أو من يحمون بعض المطلوبين أو يرفضون تسليمهم؟ هؤلاء أيضا يتحملون هنا مسؤولية مقاومة السلطات والرفض. فبالتالي هل بموجب هذا الاجتماع يتنصر المحافظ مثلا من المسؤولية عن ما ينجم عن هذا العمل؟ هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن المحافظ يقع له حسابات أو تخوفات من أن يكون هناك قرارات حاسمة ويضطر القوى في اللجنة الأمنية مثلا إلى استخدام القوة أو يكون هناك إفراطا في استخدام القوة إذا واجهوا مقاومة، لأن من حق قيادات الأمن أو الشرطة أو غيرها حماية أفرادها. هذا ويبدو أن يعني من خلال لهجة البيان الذي صدر باسم اللجنة الأمنية اليوم بعد اجتماعها برئاسة وكيل أول محافظة تعز أنها تمضي في هذا السياق. على كل حال أشكرك سيادة سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، ورحب بمن ينضم إلينا الآن من ماليزيا المحلل السياسي الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، ما الذي أوصل تعز إلى ما هي فيه الآن؟ أولا نأسف لهذه الأحداث يعني البشعة التي أصابت هذه المدينة. ما أوصل تعز إلى ما وصلت إليه اليوم هو تساهل اللجنة الأمنية والمحور والقيادة الأمنية والعسكرية، تساهلهم عن الحسم فيما يتعلق بملف الإرهاب. ملف الإرهاب ملف شائك وفيه تدخلات دولية وإقليمية، هناك ضغوط تمارس على السلطة العسكرية وعلى السلطة الأمنية، هناك يعني حالات إنسانية وتمترس خلف المدنيين تصنع حالات إنسانية للضغط على اللجنة الأمنية أو عناصر الأجهزة الأمنية والجيش من حسم هذه المعركة، والتي سيكون حسمها من صالح المواطن والإنسان العادي الذي لا يتدخل بشؤون الحرب. اليوم نسمع كثير من المناشدات وكثير من التزلف وكثير من النفاق، وهذا يضر بتعز. هناك من يحول هذه المسألة، مسألة مكافحة الإرهاب، إلى مسألة سياسية ومحاولة تسييسها. هذا يضر بتعز ويضر بأبناء تعز، وكأن هؤلاء الناس لا يحسون بآلام الناس ولا يرون أن هناك يعني مانع من سفك هذه الدماء البريئة وهذه الدماء الزكية التي تسال في مذبحة تعز على أيدي هؤلاء الإرهابيين الذين يتمردون على الدولة، يتمردون على المجتمع، ويتمترسون بالمواطنين كما تفعل الجماعات الإرهابية سواء داخل اليمن أو خارج اليمن. نعم. طيب يعني الآن في سياق أن هناك ما يبدو أنه اختلاف أو خلافات تنشأ بين المحافظ رأس السلطة المحلية وبين آخرين في السلطة المحلية وكذلك في اللجنة الأمنية في تعز القائمين على الحملة الأمنية، في سياق أن هناك من يريد حسم أمني ضد الخارجين عن القانون أو العناصر المسلحة في تعز، و من يصدر قرارات بإيقاف هذه الحملات الأمنية حين إن صح التعبير تقترب من هؤلاء العناصر، من ضبط العناصر المسلحة الخارجة عن القانون؟ ما هو السبب وراء ذلك؟ هل هي مصالح سياسية أم اختلاف في الرؤى وطريقة تنفيذ السياسات الخاصة بإدارة محافظة تعز؟ يا سيدي الكريم، مكافحة الإرهاب ليس يعني ليست محل للخلاف ولا للاختلاف. هناك من يريد أن يفرض هذه العناصر الإرهابية كجزء من العملية السياسية والعملية العسكرية في تعز، وهناك من يرى أن هذه العناصر قد أفحشت وقتلت المواطنين وقتلت العسكريين، وها هي اليوم تتمثل في المدنيين. المحافظ رجل مدني وجاء كضيف وذهب
كما يذهب الضيوف، ليس رجل مواجهات ولا يصلح لهذه المرحلة. من بداية هذه الحرب ونحن نقول أن تعز منطقة عسكرية ويجب أن يتولى شؤونها محافظ عسكري ويعني قيادي عسكري. لماذا لا يتم تكليف أحد القادة العسكريين اليوم بإدارة هذه المحافظة ما دام أنها منطقة عسكرية ومنطقة مواجهات، سواء مع الخارجين على القانون أو مع الحوثيين الذين ما زالوا يحاصرون هذه المدينة من جهتي الأربع. هناك يعني قلق لدى المواطنين من هذه المماحكات وخاصة المماحكات الإعلامية. هناك أيضا ضغوط كما قلت لك فيما يتعلق بالملف الإرهابي، لأن هذا الملف شائك وتتصل به أجهزة الاستخبارات العالمية. هناك من يريد لهذه العناصر أن تسيطر على تعز ليأتي فيما بعد ليخلص تعز منها ويحتل المدينة ضمن هذه الشروط. الآن نحن يعني كمواطنين وكأبناء تعز ويعني كناس عرفنا هذه المدينة نتخوف عليها بسبب أن ربما تكون هذه يعني مقاومة العمليات الأمنية والعسكرية تصب في مصلحة الحوثيين لاقتحام هذه المدينة وإشغال الناس على الذهاب إلى الجبهات باختطافهم وبقتلهم. كم قتلوا من العسكريين الذين يذهبون إلى الجبهات؟ هذه هي نفس العناصر الإرهابية التي قتلت ودفنت في فناءات المنازل والمدارس وسرقت ونهبت المحلات. هذه هي نفسها هي العناصر الإرهابية التي ضج منها الناس سابقا ولاحقا وسيضجون منها إن لم تحسم هذه المعركة لصالحهم. المحافظ عليه أن يتخذ قرارات سليمة تخدم أمن المحافظة وإيقاف العبث بأرواح العسكريين. لماذا ترسلون اللجنة الأمنية وقبل أن تصل ويعني يكون هناك قرار بالإيقاف؟ هذه أيادي مرتعشة كما سمعنا بالأمس من المعلقين. هذه يعني عمليات يجب أن ألا تتوقف، يجب ألا تكون بحسب المزاج السياسي، ويجب ألا تكون تعز بالمساومة لهذا الحزب أو ذاك. تعز اليوم تتعرض لعملية أمنية يعني لعملية إرهابية ضد أبنائها. على المواطنين أن يتحلوا بالصبر وعلى السلطات الأمنية والعسكرية أن تواصل هذه الحملة حتى نهايتها. أشكرك دكتور فيصل علي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.